دول 5000 جنيه نصيبك من الدفعة اللي بعتها صريح. الصلاة على الصلاة، هو ده الشغل يا دكتور. بس بقول لك ايه يا دكتور؟ يا عصفور، هو صريح اخر مرة بعت كام؟ بعت 7000 جنيه. بعت 7000، اديتك انت 5000 وانا اخدت 2000 عشان المشاريع بتاعتي والتجارب وكده يعني. اه دكتور، بس انت كده جاي على نفسك ياما. بص يا عصفور، الحمد لله انا اخر حاجة تهمني الفلوس، اهم حاجة عندي اني ببات اخر اليوم ضميري مرتاح. عارف ايه احسن حاجة فيك يا دكتور؟ ايه يا عصفور؟ انك متدين ياما وبتتقي ربنا مع انك ما بتصليش. هذا من فضل ربي. ايوه بس زميلي كده مش عادل حقها يعني. ها؟ الفلوس دي هتتقسم بيني وبينك بالنص وببركتها كده. لا يا عصفور معايا والله. امسك يا دكتور. لا امسك يا دكتور، وربنا ما هم راجعين يا دكتور. ماشي يا عصفور ماشي. مستني حد؟ لا. مين؟ هات الفلوس دي قبل ما حد يخش. عصفور. ايه ده؟ عصفور. يا بنت فاتن، ايه اللي جابك دلوقتي؟ الله، انت مش قلت لي خلصي امتحاناتك وتعالي اقعدي معايا؟ ايوه صح، انا قلت كده. بس هي الامتحانات خلصت بسرعه كده؟ اه. طب اترزع عودي. ده الدكتور بيرو اللي انا شغال عنده، ودي فاتن اختي الكبيره واخر العنقود يا سيدي. لا ما هو باين انها اختك من نفس الصفيحه. اهلا بك يا دكتور. عصفور ياما حكالي عنك. بقولك ايه، هو انت مرتبط؟ ايه؟ ما تهدى يا فاتن، في ايه؟ ما تقوم تبوسي احسن يا بنت. ايه ده؟ هي دي مش بدلة الرجل العنابي؟ لا دي بتاعت لا دي بدلة الرجل العنابي بس التقليد، بتتباع في التوحيد والنور ب 30 جنيه. جبتها له هدية بس طلعت ضيقة عليه. رجعها بقى وهات لي مقاس أكبر. أنا عارفة إنها مضروبة، أصل أنا شفت الحقيقية. أقول لك على حاجة يا عصفور مش هتصدق. لا ما تقوليش وهصدق. عارف آخر مرة كنت عندي في المنصورة إيه اللي حصل؟ ما تقوليش عشان ما أديكيش بيت جزمة يا فاتن. الرجل العنابي جالي الجامعة قدام كل أصحابي. وحياة أمك. والنعمة وإداني وردة. الرجل العناب جالها الجامعة. شفت ابن اللذينة؟ وإدالها وردة. أنت مصدقها يا دكتور؟ دي أختي وأنا عارفها، زرتها وبطنها فاضية. فاتن. والنعمة ما زرتها، والنعمة دكتور ده اللي حصل. مخصوم منك 3 أيام يا عصفور. استنى بس يا دكتور. مخصوم منك 3 أيام ومش بهاوش. عاجبك كده يا بنت الخامة؟ خش اترزع في الأوضة جوه عقبال ما أجيلك. نظام يا حبيبي. بتعشيك كام مرة النهاردة؟ أجيب لك تتعشى؟ تشرب سيجارة مع بابا؟ تشرب معايا سيجارة؟ بهزر طبعا. أنت مش هتقولي بقى إيه اللي مضايقك؟ ماما مضايقك في ايه؟ طب بلاش ماما، انا مضايقك في ايه؟ انا عارف ان انا مضايقك على فكره، بس مستعبط على فكره. القفل اللي انت شفته ده مش حقيقي، ده تمثيل، وانا ضربتهم كلهم بس بعد ما انت قفلت التلفزيون. نظام يا حبيبي، انت مش عارف ان بابا بيحبك قوي قوي قوي؟ عارف ان انت اغلى حاجه في حياته، عارف ان كل حاجه بيعملها وشغله وكل حاجه عشان انت تبقى مبسوط وعشان تبقى فخور بيه وتقول للناس كلها انا ابن تيسير فهمي. رد عليا بقى. ايش انظم، انا مش هضغط عليك، انا هسيبك براحتك، انا همشي كام يوم كده وهطمن عليك من ماما. لو وحشتك كلمني. خلاص بقى يا دكتور ما تضيقش كده. انت هتستعبط يالا؟ انت بتستغل الرجل العناب لمنافع شخصية؟ هو ده القسم اللي انت اقسمته؟ هعمل ايه بس يا دكتور؟ انا لقيت البيت واقعة، قلت اروح اصيطها في الجامعة. وانا مال اهلي؟ انت عصفور بتعمل فيا كده ليه يا ابني؟ يا ابني انت هتجيب لي جلطه في مخي، والله هتجيب لي جلطه. يا ريتني خبطت اي حاجه قبل ما اخبطك يا عصفور. يا ريتني خبطت سنجاب قبل ما اخبطك. تخبط سنجاب؟ السنجاب احسن مني. والهانم اللي جوه دي ماشيه امتى؟ لا دي قاعده معايا على طول. قاعده معاك فين؟ قاعده معايا انا في الاوضه، لازقه معايا على طول. ما ينفعش يا عصفور، دي هتبوظ لنا كل حاجه، وبعدين شكلها حشريه بتتدخل في اللي ملهاش فيه. هو ان جيت للحق يعني؟ هي بنت جزمه بتحط مراخيرها في كل حاجه. بس انا بفكر اجوزها واخلص منها خالص. تجوز مين يا عصفور؟ ده شافيها فرصها اكبر. لا ما انا على السكه وعلى الدغري كده. انا عندي فكره. قول. لا ما انا قبل ما اقول الفكره عايزك تاخد
حبايه من الملايم بتاعك. خد حبايه بس. استر. ها؟ لا معلش، خد حبايه كمان. اسمع الكلام بس. انا شامم مصيبه. ناولني اديني. ايه رايك يعني لو نجوز البيت اخت الغامقه للواد اخوك السيس؟ انت اتهبلت في مخك يا عصفور؟ انت عايزنا الناس بجرابيع زيكم؟ ده احنا عائلتنا كلها دكاتره ومهندسين. يلا. ايه يعني دكاتره ومهندسين؟ لا مؤاخذه يعني عندكم حد في عيلتكم بيطير؟ لا احنا بقى عندنا، غير بقى ان جوز خالتي اصلا امين شرطه. تصدق قال عصفور فكره مش وحشه قوي. انا بقول لك وهو برضه تبقى رحمتي، عشان لو فكرت تلعب بديلك كده او كده تبقى اختك تحت رجلي واخوك هيبقى تحت جزمتي. لا البسه انا ولا فارق معايا. يبقى نقرا الفاتحه يا زميلي. استنى بس لما اشوف هقول لامي ازاي على الموضوع ده. والله ما انا عارف هتستحمل الصدمه دي ازاي. انا متوقع تتشل فيها دي. ان شاء الله. نقرا الفاتحه بقى يلا. انت يا رباب توجعش قلبي بقى يا باشا. تدعيش عليا يا رباب، انا الصبح بقى كويس. نام انت وانا الصبح بقى كويس. هو حضرتك هتنام هنا يا باشا؟ هفرش هنا كده وانام. ايوه يا باشا، بس ازاي حضرتك هتنام هنا يعني؟ ما ينفعش. ما ينفعش انام هنا حتى انت يا رباب بعيني؟ مش القصد يا باشا، بس حضرتك عارف ان ده حجز الستات يعني، فمش هينفع. صح ماشي، تصبحوا على خير. هو حضرتك ما عندكش حته تبات فيها؟ مش عارف انام فين والله يا رباب. طب ما تشوف حد من صحابك. صحابي؟ تصبح على خير. جرايه سلامونتي. جرايه يا بهجوج. بلا بهجوج بلا معجوج بقى. انت خليتي فيها بهجوج. عمال تنفضي فيا ايه؟ وناسي ان انا اللي جايب لك المنفضه. ما تجيب من الاخر. بقالك 3 شهور عماله تمطوحي فيا، وكل ما اقول لك اقابل امك تزوغي مني. في ايه؟ ها؟ ما انا قلت لك ان ماما عندها برد، واول ما تخف هنتفق على ميعاد ونتكل على الله. برد؟ 3 شهور برد؟ ليه؟ بقى في بينها وبين المرض عشق ولا ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا كدابة يا بهجت؟ ما قلتش كده يا ست الكل، بس برد 3 شهور اوفر اوفر قوي، ده لو ايدز كانت خفت منه. واضح ان في حاجة انت عايز تقولها. هو في ايه؟ في حد قالك حاجة عني؟ مش محتاج حد يقول حاجة يا سلمي، كله باين.